بعد موته المفاجئ، كشف تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم. رحل عن عالمنا الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عاما، ليكشف الشاعر إسلام خليل تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيله بساعات. كشف الشاعر إسلام خليل تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شعبان عبد الرحيم، وهي إنه زار السعودية لمدة يوم واحد منذ 3 أيام، وكان في البداية قدم اعتذاره عن القدوم إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن مسؤولي موسم الرياض أصروا على وجوده لمدة يوم لتلبية رغبة محبيه. وأضاف الشاعر إسلام خليل أن شعبان عبد الرحيم أصيب بنزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة، دخل على إسرهما المستشفى فور وصوله القاهرة، إلا أن حالته ساءت وتم نقله إلى العناية المركزة ووافته المنية. وكان شعبان عبد الرحيم وافته المنية في مستشفى المعاد العسكري بعد تدهور حالته الصحية فجر اليوم، وتم نقله على إثرها إلى العناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وفور إعلان الخبر المحزن بوفاة الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، وصل إلى المستشفى ابنه عصام والفنان محمد عدوية من أجل إنهاء إجراءات استلام الجثمان ودفنه في مقابر الأسرة. وظن الجمهور في البداية أن خبر وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم ما هو إلا شائعة، إلا أن تم تأكيد الخبر من قبل الشاعر إسلام خليل. ويذكر أن شعبان عبد الرحيم أحيا حفله الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض، وظل جالسا على كرسي متحرك، الأمر الذي شكك بتدهور وضعه الصحي، إلا أنه نفى الأمر وقتها معللا سبب ظهوره على كرسي أن قدمه مكسورا منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، الأمر الذي تسبب في حدوث كسر وتركيب شرائح ومسامير في الساق.